كما العادة، تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة. اليوم غنتكلم اولا، غنتفاعل مع بعض الناس اللي قالوا لي وجهة نظرك اخونا كمال في الزيارة ديال واحد من المجرمين يعني المعروفين ديال الكيان الصهيوني بدون تسميته، زار المغرب. لا اعتقد على انه كاين شيء نضيفوه. انا شخصيا بعدا تكلمت بزاف وفي سلسله تاريخيه ربطت بين العلاقه ديال النظام العلوي هذا مع الصهيونيه منذ الولاده ديالها، وخاصه منذ 1958 لما التحق الحسن الثاني يعني فرض الالتحاق بالجامعه ديال الدول العربيه والدور اللي لعبوا كجاسوس والى اخره. وكنا دائما نتكلم وحنا طلبه وتكلموا قبل منا ناس تقدميين وناس اللي ربما قوميين على كون النظام الحاكم في المغرب اللي هو القصر والحلفاء ديالو هما متصهينين حتى النخاع. اولا لانهم عملاء ديال الامبرياليه، واللي تيكون عامل ديال الامبرياليه ما يمكنش يثور ضد واحد من اهم المشاريع ديالها اللي هي الصهيونيه. اما لما خرجنا لها نيشان بالعلني ووقعوا التطبيع وتفرضت فكره التطبيع على الشارع المغربي بالقوه، وكذلك تخاذل هذا الشعب هذا اللي هو بالفطره وديك الثقافه الاسلاميه وهذا هو ضد الكيان الصهيوني وعنده القدس مقدسه وعنده، لما خذل التاريخ وما قدرش يخرج يعبر على ديك الوجهه النظر ديالو، فبالتالي سننتظر الأسوأ خاصة في العلاقة ديال هذه العلاقة ديال التطبيع. ولأنه الشعب اللي ما يخرجش يحتج لما يتضرب في القود ديالو في الحق ديالو في العيش حتى النخاع، ما يمكنش يخرج يحتج على التطبيع ولا يعني. هي الأمور تنقولوا درجات، وحنا ماشي تنقولوا مثلا حنا ضد التطبيع ماشي بالضروري حيت تندافعوا على فلسطين، لا، حيت عارفين القضية ديال القضيه الفلسطينيه، عارفين شنو الطابع ديالها الامبريالي وانه توسعي وانه يعني تجلي واضح ومفضوح ديال الراسماليه الوحشيه والراسماليه المتوحشه الليبراليه اللي باغين يبقى عندهم دار كيف ذاك المنطقه، باش دائما هما اللي تيتحكموا في مفهوم التوازن والسلام والى اخره في ديك المنطقه. في اي وقت بغاو يخلخلوها يخلخلوها. ما ننساوش بانه اذا كانت الكيان الصهيوني في الشرق الاوسط هو ذاك الدراكي ديال الامبرياليه، فالعلويين والنظام العلوي احد الدراكيين ديال الامبرياليه سواء في شمال افريقيا ولا افريقيا ككل. يعني هذه امور مفروغ منها. فبالتالي زياره مجرم، اتوقعوا زياره كاع ذوك المجرمين وتوقعوا لان هذاك الكيان المجرم هذاك الكيان ديال ديك الدوله ديال الابارتهايد تتحكم في القرارات في المغرب منذ القديم، ودابا ملي خرجوا للتطبيع علني سوف تتحكم في بزاف الامور وغتستغل هذا الشعب ابشع استغلال. يعني الشيء اللي خلاه الاستعمار الفرنسي والذليه لفرنسا والذليه والمديونيه صندوق النقد الدولي الى اخره، اسرائيل هذه الكيان الصهيوني غادا تبهدلنا اكثر فاكثر. فبالتالي وجهه نظري عطيتها علاش غنبقى فيما يزورنا شي واحد يخلقوا لنا الحداث. لا، النظام العلوي النظام السياسي الحاكم في المغرب كقصر وتحالفاته وحلفاؤه راهم متصهينين حتى النخاع، فتوقعوا الابشع. ندوز للموضوع اللي بغيت نتكلم فيه اليوم وبغيت نذكر فيه، هو علاش انا من الناس اللي هاد الهاشتاغ وهاد اخنوش وارحل اخنوش ما عندي ما ندير به وما عندي حتى علاقه به ولا اتبناه تماما. لماذا؟ انطرحوا ماذا سيستفيد الشعب المغربي والوطن مثلا اذا اقيل اخنوش عز اخنوش من رئاسه الحكومه. اولا خصنا ننظروا ليها ونشوفوها ندرسوها. اخنوش هذا واش هو الخطوره ديالو لانه في رئاسه الحكومه اللي هي ما عندها حتى دور وحتى قيمه بدون العصا السحريه ديال القصر؟ يعني انه المحكومات هذه صناعه من الصناعه ديال القصر، والناس اللي تيسيروا القصر بطبيعه الحال من حلفاء الى اخره، هي محطوطه كما تنقولوا عكر ماكياج
ماكياج باش نتسماو اننا حنا راه عندنا حق واحد المسلسل ديمقراطي وعندنا انتخابات وعندنا الى اخره الى اخره. وهذا الشيء هذا تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا فيه. المحكومات لا يمكن هذا اللي ما بين مزوجات تسمى الحكومه في المغرب تنسميوها المحكومه. والفنان الرائع بزيز راه هو دار هذا مصطلح المحكومه. المحكومه يعني هي وسيله من وسائل الريع، الريع السياسي. تيجيب ناس ينفذوا القرارات ديال القصر ديال البلاط، وبالمقابل تياخذوا امتيازات وتياخذوا صلاحيات والى اخره والى اخره. نتكلموا مثلا على الناس بحال هاد ديال الحزب ديال النداله والتعميه، هادو هاد الاسلاميين الخونه المرتزقين دخلوا لها فقراء خرجوا منها اثرياء. تكلموا على اخ النوش، هل اخ النوش يغتني لانه في الحكومه ام اخ النوش هو الثروه ديالو جات من كونه واحد من الاحتكاريين والابتزازيين واللي يشتغل تحت الحمايه ديال البلاط. يعني الا قلنا ارحل اخ النوش، واش رحيل اخ النوش فيه ضمانات على انه الحكومه في المغرب ستنتقل من مفهوم المحكومه الى مفهوم الحكومه؟ هل يعني رحيل اخ النوش اننا هذا الدستور ديالهم ديال الزطوروطو ستنفذ على الاقل داك الشيء اللي فيه؟ لانه هذا الدستور هذا واضح، السلطات كلها في يد الملك، والملك هو كل شيء، وكل شيء تحت في خدمه الملك وتحت يد الملك والاشاره ديال الملك. والملك الى غضب يفرشخ كل شيء، يحل البرلمان، يحل الحزاب، يحل كل شيء، ويطلق علينا الكلاب الضاريه ديالو من قوات قمعيه من كل تلاوينها، عسكريه وبوليسيه والى اخره. وهذا الشيء اللي تنشوفه. اللي بغيت نقول انا هو انه ارحل اخ النوش شعار فارغ تماما من اي فهم لطبيعه الصراع في المغرب، فارغ تماما من اي فهم لانه شنو السبب الحقيقي في الحاله المزريه والاختناق الذي يتضاعف بواحد الشكل اكسبونونسيال للاوضاع ديال العيش في المغرب، والاوضاع الحقوقيه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والى اخره. يعني احنا باش نكونوا فعلا تنجيو نكلموا هاد الناس هادو من خلال هاد القنوات ديالنا وهاد القنوات اللي خلقتها لنا التكنولوجيا، واللي حتى هي تلقاو فيها مشقات ولكن على الاقل باقي لينا صوت فيها كما قلت من في السابق. خصنا نقولوا الحقيقه، ماشي دفاع عن اخ النوش. لا، اخ النوش انا شخصيا اتهم اخ النوش من كونه احد واحد من هاد التحالف الطبقي الحاكم في المغرب، يكون كاري وجهه هو غير بارشوك، هو اقتصاد الواجهه والشركات اللي تيمثل هو والقطاع اللي هو تتسمى مسيطر عليه هو في الحقيقه راه ديال البلاط، ولكن هو راه لعب هذا الدور. تيبقى هو الدور ديالو كونه احد اعضاء هذا التحالف الطبقي اللي تيبتز المغاربه، فبالتالي كونه رئيس الحكومه ولا كونه ما كاينش كاع في الحكومه، فحنا الرحيل اللي خصنا الرحيل ديال من؟ الرحيل ديال هاد التحالف الطبقي اللي تيتزعموا القصر كله هو هاد المنظومه السياسيه اللي كاتمه على الصوت ديالنا وقمعنا ومعتقله بناتنا وولادنا وقاتله بناتنا وولادنا، وتتقوم بواحد العمليه ديال الترهيب في المغرب كمغرب وفي المنطقه الاقليميه كلها. فبالتالي لو ارتقينا بهذا الشعار هذا عوض ارحل يا اخ النوش، نقولوا ارحل يا ايتها العصابه. هذا كان شعار مزيان للعصابه كلها، هذه العصابه الاجراميه كلها ولكن اللي تتزعمها القصر. فبالتالي الحفاظ على هذا البلاط هذا وهذا القصر هذا، ومحاوله الهجوم على الخدام ديالو وعلى الناس اللي هو عينهم في الحكومه واللي هو صانع منهم هذه الهاله اللي هي وحاميهم في نفس الوقت، تيكون غباء. لانه الى بقات المصدر ديال الاجرام بقى، فلن يصعب على هذا المصدر الاجرام انه يلقى مجرمين اخرين ينفذوا القرارات ديالو. هذا ما تيعنيش على انه ما من حقش الشعب مثلا يثور ضد واحد المجرم، ولكن الى بغيتوا فعلا تخلصوا من هذا الشيء خص تثور ضد العصابه كلها والمنظومه السياسيه الحاكمه كلها، واستهداف الراس ديال الافعى. سير للراس ديال الافعى، يعني انه اذا اسقطنا هذا البلاط، هذه الملكيه الذيليه، هذه الملكيه المتصهينه،
هاد الملكيه العميله والخادمه ديال الامبرياليه، واللي اخر ما يهمها ولا تفكر فيه حتى التفكير هو مصلحه الشعب ومصلحه الوطن. ما عدا ذلك راه يحيد لك اخنوش يجيب لك افرتوش، يحيد لك افرتوش يجيب لك اكركوش، وهي غدا والاستغلال يستمر، ونجحوا في انهم يوجهوا النظر ديال الشعب في الاتجاه الغلط تماما. فبالتالي هاد النضالات وهاد الشيء هذا كله مع اتفاق مع مجموعه ديال الاخوان والرفاق والرفيقات والاصدقاء اللي خرجوا تيقولوا بانه هاد الهاشتاغ هذا خلقوا هاد النظام هذا باش يلهي الناس على الوضعيه اللي كاينه الحاليه، وهي انه ملك غائب تماما، حاضر فقط في الاستغلال والاغتناء والفساد والعفو على المجرمين وحمايه ناهبي المال العام والى اخره. غائب تماما حتى على المسؤوليات ديالو الدستوريه اللي هو عطاها لراسو وفرضها علينا وفرض علينا ذاك الدستور ديالو. فبالتالي نجحوا في الالهاء. فنداء لكاع الخوت اللي منخرطين في هذا راه 7 دراهم 8 دراهم، وراه ماشي على الغاز، ماشي غير الغازلين، ماشي غير البنزين ولا الديزل هذا ولا المازوط اللي غاليين في المغرب. المغرب غاليه فيه التعليم، لانه التعليم العمومي قضاو عليه، داو لكم غتصبوه، والمدارس الخاصه غاليه بزاف. غالي الاكل، المواد ديال التغذيه، غالي وسائل النقل، الترانات وكيران الطويصات والطاكسيات، كل شيء غالي في المغرب. فإلا كان أخ نوش محطوط في الواجهة باش تما تيتحكم في هذا الشيء ديال الطاقة، فبالمقابل راه التغذية والتبقالت وهذا راه مسيطر عليهم الملك بشكل واضح. راه الملك هو اللي مسيطر على القطاعات الحيوية كلها. نقولوا ارحل يا أخ نوش، ورحل الناس المسؤولين على الصحة ورحل، ولكن من بعد هذا الشيء كله أقوى شركة في المغرب هي شركة الملك. الخلط ديال السياسة بالتجارة احنا عندنا في المغرب، عندنا من يعني ماشي خنوش هو الوحيد اللي تيديرها، عندنا أكبر قدوة هو العائلة الملكية، الملك بنفسه أكبر من يخلط المال بالسياسة. إذا خصنا نكونوا أذكى من هذا، لأن هذه المرحلة هذه تطلبنا نكونوا نرتقيو شي شوية ونوليو أذكياء، وما نبقاوش غير تابعين للموجة. مع احترامي للاختلاف في طبيعة الحال، ونوقف حد هنا، وتحية لكل المعتقلات والمعتقلين، وتحية لعائلات هم عائلة المعتقلين، والحرية لكافة المعتقلات والمعتقلين اللي باقين معمرين السجون ديال هذا النظام الذيلي الإمبريالي المتصهين. العميل الإمبريالية ما تقدرش تقول عليه الإمبريالية، عميل ديال الإمبريالية. إذا لحد هنا نتوقف، تحية لكم.